حكومة إيرانية جديدة في طور التشكل بعد تأخير طويل وسط تحديات داخلية وخارجية. الرئيس مسعود بازشكيان قدم قائمة حكومته المقترحة إلى البرلمان بعد مرور أكثر من شهر على إعلان فوزه في الانتخابات. أسباب التأخير في تقديم أسماء المرشحين عديدة، في مقدمتها تداعيات اغتيال هنية بعد ساعات من أداء بازشكيان اليمين الدستورية. جزء من التأخير يعود إلى الصراع بين أنصار التيار الإصلاحي والتيار المحافظ الذي تحاول قيادته الحفاظ على مناصبها وامتيازاتها. فهل ينجح بازشكيان في تطبيق رؤيته السياسية؟ كيف سيكون شكل العلاقة مع واشنطن تحت رئاسته؟ لكن دعونا نتعرف أولاً على أبرز الأسماء في حكومة بازشكيان المقترحة. للمزيد من المتابعة نرحب بضيفينا. معنا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران ديبلوماتيك الدكتور عماد أبشناس، ومن لندن الخبير في الشؤون الإيرانية وجدان عبد الرحمن. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور عماد، البعض يقول بأن بازشكيان خالف وعوده الانتخابية بتشكيل حكومة إصلاحية شابة، كيف تقرأ قائمة المرشحين للوزارات وهل بالفعل حققت الوعود بإدخال إصلاحات فيها؟ تحياتي لكم للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع كلا، يعني دعنا نكون صريحين، هذه الانتقادات التي تنهال على بازشكيان من قبل الإصلاحيين أساسها أنهم كانوا يأملون تشكيلة أخرى للحكومة الإيرانية. ولكن يجب أن يعني نفهم موضوع أن المجلس الشورى الإسلامي هو مجلس محافظ متطرف، وليس فقط محافظ عادي، ليس أصولي عادي، بل أصولي ومتطرف، والتيار المتطرف في البرلمان هو قوي جدا. وبازشكيان يعرف هذا البرلمان أكثر من غيره، هو عاصر البرلمان 16-17 سنة كان نائبا في هذا البرلمان، وهو يعلم أنه إذا ما قام بتقديم لائحة من الوزراء الإصلاحيين لهذا البرلمان لن يتم التصويت لهم، لن يستطيعوا كسب الثقة. المهم بالنسبة لبازشكيان حاليا هو أن تستطيع حكومته كسب الثقة من البرلمان. ولهذا اضطر بازشكيان أن يتعامل مع الأصوليين في تشكيلة حكومته. يعني نرى اليوم ثلاثة وزراء من حكومة رئيسي، شخصيات من حكومة رئيسي هم في هذه الحكومة، خمسة من حكومة روحاني، ولكن عمليا عدا عن همتي الذي هو يعتبر إصلاحي، الباقي من الأصوليين المعتدلين والعديد وباقي المرشحين لمناصب الوزارات هم أيضا يعتبرون من المعتدلين في التيار الأصولي أو الإصلاحي، في حين أن الإصلاحيين كانوا يريدون أسماء أكثر، يعني شخصيات أكثر من التيار الإصلاحي، إضافة إلى شخصيات شابة. يعني متوسط أعمار هذه الحكومة، وزراء هذه الحكومة 60 عاما، في حين أن بازشكيان كان قد وعد بأن يعني لا يكون متوسط أعمار الثلثي
الوزراء ما فوق 45 أو 50 عاما. يعني طيب. هنا لربما نرى السبب في الانتقادات التي تنهال على بيزشكيان من قبل الإصلاحيين، خاصة شباب الإصلاحيين. ما رأيك سيد وجدان عبد الرحمن؟ يعني التيار المتطرف يهيمن على البرلمان الإيراني، لذلك لجأ بيزشكيان إلى هذه التشكيلة حتى تحظى بالثقة داخل قبة البرلمان. هل هذه التبريرات مقنعة، خصوصا وأنه واضح بيزشكيان يواجه انتقادات من التيار الإصلاحي وخصوصا الفئة الشابة كما ذكر ضيفي من إيران؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم ومتابعيكم الكرام. أن يكون البرلماني من المتشددين، أنا أتفق مع ضيفك الكريم بالطبع أن البرلمان الإيراني هو من التيار المتشدد ومن الأصوليين المتشددين، لكن بيزشكيان في حملته الانتخابية هو يعرف تماما بأنه هذا هو البرلمان وسيواجه النواب المتشددين في البرلمان، لكنه قطع على نفسه الكثير من الوعود نيل أصوات الناخبين. أيضا وعد بأنه يقوم بتعديلات في الحكومة، وأهم من كل ذلك هو صرح بكلام واضح وعبارة واضحة جدا، وهي إذا فرض علي أمر ما سأتنحى ولن أقبل أي مسؤولية. في حال شاهدنا أنه في بداية الأمر وبيزشكيان سلم رافع اليدين للمتشددين من الوزارات وأيضا من البرلمان الإيراني. اسمح لي سيد وجدان على المقاطعة، يبدو أنه كما قلت سلم رافع اليدين للمتشددين، وأحد هذه الإفرازات لنتائج ذلك هو نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف يعلن استقالته من منصبه. كيف يمكن قراءة كل هذه التطورات؟ هذا خبر عاجل ورد الآن. أولا نعرف بأنه محمد جواد ظريف هو من ضمن نصيب المرشد الإيراني، أي الوزارة الخارجية من دائما من نصيب بيت المرشد، لكن رغم ذلك وهو قام بدور كبير لحشد الجماهير للتصويت، لكنه أيضا تم تكليفه بأن يقوم بترتيب وإعطاء بعض الأسماء للوزارات، لكن كما يبدو أنه القائمة التي قدمها محمد جواد ظريف لم تنال حتى 50% من الأسماء التي قدمها، بمعنى أنه بيزشكيان طعنه بالظهر، رغم أن محمد جواد ظريف لعب دورا كبيرا في الإصلاح، لعبوا دورا كبيرا في نجاح بيزشكيان، لكن عندما نال الفوز نكث بوعوده. أولا هو في الانتخابات وعد بأن يكون هنالك من أهل السنة، وعد بالانتخاب أن يكون هنالك دورا كبير للنساء، وعد ما سماها القوميات أو الشعوب غير الفارسية في إيران بمناصب ومكاسب، ولم يعد أيضا وعد بأن يكون هنالك الشباب، ولم إذن كل الوعود التي قطعها على نفسه لم ينفذ أي منها، وأيضا حتى محمد جواد ظريف الذي هو من بيت النظام تم خدعه، ولذلك أنه الشعب والإصلاحيين وأيضا حتى محمد جواد ظريف خاب ظنه من ما رأيك دكتور عماد أبشناس في هذه الاستقالة لمحمد جواد ظريف، وكما يقول سيد وجدان أنه طعن في الظهر؟ إلى أي حد الآن البيت الإصلاحي يتصدع بعد هذه التشكيلة الحكومية التي كانت غير متوقعة البتة للإصلاحيين الذين كانوا يطمحون في ربما تولي قيادات شابة لهذه المناصب والقيام بالإصلاح اللازم؟ عمليا موضوع استقالة السيد ظريف يعني منذ مساء الأمس ولحد الآن هي قيد البحث، يعني عمليا بعد أن تبينت اللائحة التي يريد بيزشكيان تقديمها في اللحظات الأخيرة، يعني كان هناك غضب من قبل الإصلاحيين بالنسبة لهذه اللائحة، ولكن بيزشكيان حسب هو رئيس الجمهورية حسب رأيه
رأى أن بعض الأشخاص لن يستطيعوا العبور عبر البرلمان أو كسب الثقة. طيب. وعلى عمليا ما يحتاجه بازوشكيان حاليا هو أن تكسب حكومته الثقة من البرلمان، وإلا فهو شخصيا سوف يسقط، يعني إذا لم يستطع نصف الوزراء كسب الثقة من البرلمان. ولكن دكتور عماد هذه نقطة واضحة، ولكن لماذا اختيار جزء كبير منها وكأنها كابينة أمنية؟ هذا هو الإشكال المطروح الآن. يعني أوكي، يعني قد لا تمر بعض الشخصيات على البرلمان، لكن يعني البعض ينتقد أساسا بعض الحقائب التي ذهبت إلى شخصيات أمنية، وبالتالي هيمنة الحرس الثوري على هذه المناصب. ما رأيك؟ حتى بعض أعضاء هذه التشكيلة التي قدمها، يعني هناك حتى حديث عن أن ثلث هذه التشكيلة لربما لن تحظى بثقة البرلمان. يعني هنا حتى بالنسبة لبيزشكيان هذا مهم جدا. بيزشكيان بعد وصوله إلى منصب رئاسة الجمهورية اتفق مع السيد قاليباف كي يدعمه قاليباف في البرلمان كسب ثقة النواب، وفي هذه العملية قاليباف طلب منه نصف الحكومة، يعني لكي تكون من مرشحيه. عمليا نصف الحكومة ذهبت للمحافظين، وهذا لربما ما أغضب الإصلاحيون بشكل كبير جدا الذين كانوا يريدون حصة الأسد في هذه التشكيلة الحكومية. هناك نقطة أخرى أيضا هي موجودة، إن بيزشكيان يعني عرض وزراء عدد كبير منهم ليسوا مرتبطين بالاتجاهات السياسية بشكل أو بالخلافات السياسية في البلاد. هو تكنوقراط، وهو يريد تركيبة تكون عملية، ويتصور أنه بهذه التركيبة العملية يستطيع بدء عمل حكومته، وبعدها لكل حادث حديث. يعني بعد أن تنطلق عمل الحكومة هو يستطيع أن يفعل كل ما يشاء حتى يستطيع تغيير الوزراء. ولكن على كل حال المشكلة الأولية بالنسبة لبيزشكيان هو أن تبدأ الحكومة عملها. سيد وجدان، ما رأيك في كل هذا الكلام؟ والبعض يقول بأن هؤلاء الوزراء المقترحين معظمهم اقترحهم المرشد الإيراني علي خامنئي، كيف سيكون دور بازشكيان إذن طالما أنه لا دور له في تعيين كل هذه الأسماء في المرحلة المقبلة؟ صحيح، رئيس إصلاحي بحكومة أصولية، وهو أعلنها منذ البداية وأكدها أكثر من مرة بأنه الكابينة الوزارية سيتم عرضها على المرشد الإيراني، ولذلك شاهدنا أن هنالك تم فرض العديد من الوزارات، خاصة الوزارات السيادية من بيت المرشد. نشهد اليوم الوزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة الاستخبارات، وزارة التربية والتعليم، كل هذه الجماعات هي، وحتى الإرشاد والثقافة، كل هؤلاء الوزراء هم من رجال الأمن، فرضهم المرشد الإيراني على خامنئي على بيزشكيان، وأيضا الجانب آخر فرضه قاليباف، وعدد آخر فرضه الحرس الثوري والمتشددين من جهاز الأمن الإيراني على بيزشكيان. الأهم، الأسوأ من كل ذلك هو موضوع أنه عندما وزيرا أو مسؤولا يفشل في سياسة ويحدث هنالك يتم هو ينفصل أو يتم عزله تغييره. صح، شاهدنا موضوع وزير الداخلية، وزير الاستخبارات الإيراني، نعم وزير الاستخبارات أخفق بشكل كبير، وكان من المفترض المرشد أو رئيسي حينها سيتم أو بعد ذلك يتم طرد هذا الوزير من المنصب في ظل كل هذه الاختراقات الكبيرة، في حال نشهد أنه يتم تعيينه مرة ثانية، وهذا يدل بأنه بالفعل الرئيس الإيراني لا يمتلك أي خيارات وصلاحيات، وكل الخيارات والصلاحيات
أتت من بيت المرشد وبالتحديد من غرفة السياسة الخارجية لبيت المرشد، بالتحديد مجتبى خامنئي للتخطيط للأمن والتخطيط الاستراتيجي في بيت المرشد. إذن منذ البداية بزشكيان سيواجه مشكلة سياسية في داخل البلاد، ونتوقع أن ستكون هنالك مشكلة أمنية وأيضا مشكلة اجتماعية. يعني نقطة أثارها دكتور عماد فيما يتعلق بالتعيينات نريدك أن تعلق عليها، خصوصا بقاء وزير الاستخبارات الذي قال بأننا قضينا على شبكات الموساد داخل البلاد قبل يعني ساعات ربما من اغتيال إسماعيل هنية. يفترض شخصية كهذه فشلت في أداء مهامها أن تزاح أو أن لا يعاد تدويرها ضمن الكابينة الحكومية، ألا يطرح ذلك علامات استفهام برأيك؟ أولا بالنسبة لوزير الأمن، هو كان أنجح الوزراء، يعني بعكس ما يقوله الضيف العزيز السيد وجدان، ولكن حدثت مصيبة باغتيال هنية، يعني هذا اختراق، يعني أكبر اختراق نعم ربما تشهده إيران في التاريخ. نعم. إيران لديها عدة أجهزة أمنية. السيد إسماعيل هنية لم يكن تحت إشراف وزارة الاستخبارات، السيد إسماعيل الخطيب هو وزير الاستخبارات، هو كان تحت إشراف الحرس الثوري، أمن جهاز أمن الحرس الثوري، وليس تحت إشراف وزارة الاستخبارات. وعمليا عمل وزارة الاستخبارات شيء وعمل جهاز أمن الحرس الثوري شيء آخر. لا يمكن أن نرمي بما حصل على ظهر وزير الاستخبارات. هو الإشكالية يا دكتور عماد، الإشكالية دكتور عماد اسمح لي، الإشكالية نعم أنه قال بأننا طردنا الموساد وطهرناه من يعني هو يعني تحدث عن ذلك بنفسه، وبعدها بساعات يأتي هذا الإخفاق الأمني وبالتالي يتحمل في جزء كبير منه. نعم، ولكن عمليا أتصور أن بزشكيان أراد أن يقول أنه يدعم وزير الاستخبارات وعمل وزارة الاستخبارات، بعكس ما تروج له إسرائيل من أنها كان لديها يعني قامت بإنجاز كبير باغتيال إسماعيل هنية. إضافة إلى ذلك فقط يعني عادة يعني موضوع المطروح أن المرشد عين الوزراء هذا غير صحيح، يعني عمليا الرئيس يقوم بالتشاور مع المرشد قبل أن يقدم وزرائه للبرلمان، كل رؤساء الجمهورية، يعني ليس فقط بزشكيان. طيب. هناك أربع وزارات معروفة في إيران: وزارة الأمن، وزارة الداخلية، الخارجية، الوزارة السيادية، الدفاع. هذه الأربع وزارات عادة قبل أن يضع الرئيس أساميهم يعرض بعض الأسامي إلى المرشد ويتشاور معه، مثلا يعطيه أربع أو خمس أسماء يقول أي واحد من هؤلاء هذه نقطة واضحة الأفضل. هذه نقطة واضحة دكتور عماد، يقوم بتعيينه. نعم، هذه نقطة، ولكن باقي الوزراء الأمر ليس كذلك. نعم هذه نقطة واضحة. ذكرت يعني الخارجية، اسمح لي دكتور عماد، القرار للرئيس وليس لأي شخص آخر. دكتور عماد ذكرت نقطة الخارجية وأريد أن أتوقف فيها في نهاية هذه الفقرة. التقرير التالي يعرفنا أكثر عن عباس عرقجي المرشح لتولي منصب وزير الخارجية الإيراني، يتابع ثم نعود للنقاش.
أعود مرة أخرى لضيوفي. يبدأ معك سيد وجدان عبد الرحمن هذه المرة، ماذا يعني أن يكون عباس عرقجي وزيرا للخارجية؟ إلى أي حد ستشهد الدبلوماسية الإيرانية حالة انفتاح مع الغرب والإقليم على وجه التحديد؟ بالطبع أنه في ظل الضغوط التي تشهدها البلاد سياسيا وأمنيا، وفي ظل التعقيدات في الملف النووي الإيراني، هو بحاجة إلى أن يكون هنالك وزيرا في هذا المجال ذو خبرة ودراية في القضايا السياسية وأيضا في موضوع الملف النووي لما يمتلكه من خبرة، وهو تم يعني تزكيته من قبل بيت المرشد، وهو مؤيد من قبل بيت المرشد، إضافة إلى أنه ضمن قائمة محمد جواد ظريف بأن يكون وزيرا للخارجية. ولذلك أعتقد أنه أتى في عباس عراقجي لأن يعتمد السياسة الخارجية أن تكون سياسة معتدلة، لكن المشكلة أنه في ظل وزراء تحت العقوبات الدولية، وأيضا في ظل الضغط اللي بكل تأكيد سيواجهه بزشكيان من قبل الوزراء المتشددين، سيعرقل الكثير من جهود سياسته الخارجية. ولا ننسى أيضا الأمر الأهم من كل ذلك، نعرف بأنه السياسة الخارجية يرسمها أيضا بيت المرشد، وعلى عكس ما يعني أنا مع ضيفك الكريم أنه السياسة الخارجية وأيضا السياسة الداخلية وفقا حتى لمادة دستورية، المادة 110 من الدستور الإيراني تقول بأنه السياسة الخارجية والسياسة الداخلية يعينها المرشد الإيراني، هذه مادة دستورية. وأيضا المرشد نفسه أشار في فترة حكومة محمد جواد ظريف بأن وزير الخارجية ما هو إلا فقط يقوم بنقل الرسائل، إذن لا أجد بأنه سيحصل هنالك تغييرا أساسيا في السياسة الخارجية دون إذن أيضا من المرشد الإيراني وبيت المرشد. ما رأيك دكتور عماد؟ يعني البعض يقول بأنه لدى عباس عرقجي سمعة جيدة خصوصا بين دول الجوار، ولكن النقطة التي أثارها سيد وجدان فيما يتعلق ب يعني الضغط الداخلي، الحرس الثوري وغيره، يعني هل يمكن أن يكون منفتح أكثر، قادر على تشبيك هذه العلاقات؟ هل يكون حر في ربما فتح إيران، يعني انفتاح إيران على محيطها وعلى الغرب تحديدا؟ أنا فقط لم أفهم لماذا قال السيد وجدان على عكس ما قاله الضيف. يعني أنا لم أقل أن المرشد هو ليس صاحب القرار في السياسة الخارجية، بل بالتأكيد المرشد هو صاحب القرار، وقلت أن وزارة الخارجية وزارة الداخلية يعني يتم تعيين الوزراء باستشارة المرشد. وعمليا ما يحصل هو أنه وزير الخارجية على الرغم من أنه ينفذ، يعني معروف أنه ينفذ القرارات العليا للنظام في الشؤون الخارجية، وهذه القرارات يتم تعيينها بالنهاية في مكتب المرشد ومن قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، وهذا يعني أن الجميع سوف يلتزمون بها. طيب، يعني ليس الأمر بأن وزير الخارجية هو يتصرف على هواه، وعندما يتم تعيين شخص مثل عباس عرقجي أو حتى قبل ذلك عندما تم تعيين ظريف، كان هناك اتجاه للنظام في إيران بأن يكون هناك انفتاح على المفاوضات، لهذا تم تعيين ظريف، وإلا كان بإمكان المرشد أن يحذف اسم ظريف. والآن عندما يكون هناك اتجاه عام للنظام الإيراني للانفتاح، يسمح لشخصية مثل عباس عرقجي أن يعني يكون مرشحا لوزارة الخارجية. نعم. طيب،
سيد وجدان، ما رأيك؟ يعني ما حدود تأثير ظريف على عباس عرقجي في المرحلة المقبلة، رغم أن الرجل استقال من منصبه؟ هل يمكن أن يكون هناك أي تأثير على الرجل في تحديد ملامح السياسة الخارجية في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أنه محمد جواد ظريف أشار بأنه عباس عراقجي يختلف تماما عن محمد جواد ظريف، وهذا يبين بأنه يريد القول بأنه عباس عراقجي لديه سياساته الخاصة مختلفة تماما عن وزير الخارجية الأسبق، ويريد يقول بأنه أنا لم أفرض عباس عراقجي للخارجية الإيرانية، لكن فقط إشارة بسيطة فيما يتعلق بموضوع وزراء الخارجية. ليس محمد جواد ظريف أو عباس عراقجي هم اللي يقومون بتغيير السياسة الخارجية. شاهدنا أنه عندما قرر المرشد الانفتاح على الدول العربية بعد مقاطعات طويلة، شاهدنا في حكومة متشددة أصولية للقاية انفتحت الخارجية الإيرانية على الدول العربية، وأيضا قامت بعلاقات متينة وقوية مع الدول العربية ورفعوا الكثير من الإشكاليات. بمعنى أنه وزير الخارجية إن كان من المتشددين أو إن كان وزير الخارجية من الإصلاحيين أو من المعتدلين في حكومة روحاني، لا يوجد هنالك فرق، ولكن إنما فقط ظاهر هو أتى بوزير خارجية ولكنه يعين من قبل المرشد، ويتم كل الرسم كل السياسات من قبل بيت المرشد. سيد عماد، يعني ما حجم التحديات على مستوى السياسة الخارجية في ظل هذا التصعيد الإقليمي وفي ظل ترقب الرد الإيراني على اغتيال هنية؟ يعني ما التحديات التي تواجهها الدبلوماسية الإيرانية و أيضا شكل العلاقة مع واشنطن؟ يعني عمليا هنا نقطتان لربما علي أن أشير إليها، أن عباس عراقجي كان دوما لاعبا في السياسة الخارجية الإيرانية، يعني هو إضافة إلى أنه كان كبير المفاوضين في المفاوضات النووية، ولكن قبل ذلك يعني عندما كان أحمد نجاد رئيسا للجمهورية، عندما قامت إيران بإجراء المفاوضات السرية بينها وبين الولايات المتحدة، عباس عراقجي وعلي أكبر ولايتي كانوا ينوبون عن إيران في هذه المفاوضات مقابل ويليام بيرنز وجاك سوليفان الذين هم اليوم لديهم مسؤوليات في الولايات المتحدة، وبالتأكيد هو يعرف كيف يتفاوض. حتى السيد بلينكين، يعني السيد عراقجي هو فاوض هؤلاء بشكل مباشر عدة مرات، وهو يعرف كيف يتفاوض معهم. وحاليا هناك بحث عن أنه أن الحكومة الأمريكية، حكومة السيد بايدن، تريد العودة إلى الاتفاق النووي قبل انتهاء ولاية بايدن، ولهذا فأن وجود عباس عراقجي ممكن أن يسرع في هذا الموضوع، خاصة وأن إيران تعتبر اليوم بأنها بعد أن فتحت علاقتها مع دول الجوار وحلت نسبيا خلافاتها مع دول الجوار وفتحت علاقتها أو وسعت علاقتها مع دول الشرق، الصين، روسيا وغير ذلك، اليوم باتت لديها أوراق أكثر في المفاوضات، خاصة وأنها عبرت عن العقوبات التي فرضها ترامب على إيران. شكرا جزيلا لك دكتور عماد أفشناس، رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك، كنت معنا من طهران. وأشكر من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك.